موقف الإطار، كل من يتحدث عن موقف الإطار بأنه رافض لهذا القانون هذا شيء عار عن الصحة إطلاقا. ملاحظات الإطار كون القانون سبق وأن تم رده من قبل المحكمة الاتحادية باعتباره مشروع قانون أتى من الحكومة وهي حكومة تسيير أعمال وليس لها الحق في إرسال مشاريع قوانين، هذا الملاحظة الأولى التي يخشى الإطار في كون هذا القانون أيضا يكون فيه مخالفة دستورية، ونحن نحترم الدستور ونحترم القانون وقرارات المحكمة الاتحادية، هذا من جانب. الجانب الآخر أيضا هذا القانون حتى يشرع نعتقد بأنه يجب أن تكون هناك موافقة رسمية من مجلس الوزراء بقرار من مجلس الوزراء حول تشريع هذا القانون كون فيه جنبة مالية، وبالتالي لم تأتي لحد الآن هذه الموافقة، ونعتقد بأنها لن تأتي إلى موافقة إلى مجلس النواب على هذا القانون. هذه ملاحظاتنا، وبالتالي لا نريد أن مجلس النواب هو من يشرع القانون أن يشرع قانون هو فيه مخالفة أو جنبة مخالفة للقانون، هذا أكيد لا نقبل ولا نسمح به إطلاقا. الشيء الآخر أيضا ملاحظاتنا أن المبلغ المخصص 25 تريليون دينار عراقي قابل للزيادة، ربما مبلغ عالي وفيه تضمنت فقرات نعتقد بأنها المفروض تضمن في الموازنة، موازنة 2022، لا أن تضمن في هذا القانون. هذا القانون قانون طارئ، نعتقد بأنه يجب أن تذهب التخصيصات إلى الغذاء وإلى الكهرباء وإلى الحماية الاجتماعية المشمولين الذين مضى على شمولهم بحدود 5 سنوات لحد الآن لم يتم شمولهم لغرض تحسين الواقع المعيشي لأبناء محافظاتنا، وأيضا بالنسبة شمول المحاضرين والأجراء اليوميين والإداريين وغيرهم من هذه الفئات التي لم تشمل بالقرار 315. أعتقد هذه هي الحالة الطارئة اللي من الممكن أن تدخل في هذا السياق أو في هذا القانون، وأعتقد الإطار لن يعارض إذا لم تكن فيه أي جنبة مخالفة للقانون.